يقول: لبست الإحرام من الميقات وفي الطريق إلى الحرم، وضعت الإحرام على كتفي لغرض أن أشد الإزار وذلك لدقائق، هل علي شيء؟ على الكتف لا بأس، أو على رأسه قصده؟ ذكر على الكتف في السؤال. على الكتف لا بأس، هو الأصل أنه يضع الإزار على كتفه، إلا عند الطواف فإنه يبدي الكتف الأيمن يضطبع، أما إذا أحرم من الميقات فيضع الإزار على، يضع الرداء على كتفيه. أعيد السؤال. يقول: لبست الإحرام من الميقات، نعم، وفي الطريق إلى الحرم، وضعت الإحرام على كتفي لغرض أن أشد الإزار لدقائق، فهل في ذلك شيء؟ حتى ولو كان لغير غرض شد الإزار، هذا هو الأصل، أن تجعل الرداء على الكتفين، إلا عند الطواف للعمرة، عند الطواف للعمرة تضطبع.